حياكم الله وبياكم. من سعة رحمة الإسلام أن الله عز وجل شانه جعل حتى إطعام الزوجة أجر، حتى اللقمة ترفعها إلى فم زوجتك تبتغي بها وجه الله كان لك بها صدقة كما جاء في الحديث. فحتى هذه الأمور الله عز وجل شانه يكرمك لأنك تقوم بالإنفاق على الزوجة وتطعم الزوجة. لكن عندنا مسألة، إذا كان الرجل بخيل، إذا كان الرجل بخيل ولا يقوم بمسألة الإنفاق على المنزل، قلت بخيل ولم أقل شحيح، السؤال ما الفرق بين البخل والشح؟ ثم نكمل ماذا نفعل إذا كان الزوج بخيل.